ليس بالضرورة أن تكون هذه المقاربة للولايات المتحدة الأمريكية أو للبيت الأبيض بإفاد كبير مستشاريه كما وصفتموه في التقدير إلى تل أبيب. ربما يكون قد رشح شيء عن قمة الجي 7، هذه القمة التي حصلت مؤخرا، وهناك ما تطلب بأن يحضر أموس هوكشتين لكي يتحدث في إطار حديثه الدائم عن جبهة الشمال، دون أن يدرك بأن هناك موقف مبدئي وموقف صريح وواضح بلبنان، بأن جبهة لبنان لا يمكن فصلها أبدا عن جبهة غزة. هذا الكلام لا رجعة عنه، هذا الكلام لا بحث فيه، هذا الكلام غير قابل للنقاش، هذا الكلام من المسلمات التي يجب على الجميع أن يعتاد عليها وأن يبني مبادراته الخارجية وفقا لها، لأنه كلما زار هوكشتاين أو لودريان أو أي وفد شخص غربي كان استخباراتي أو كان معلن سياسي أو غيره يسمع نفس الجواب: غزة شمال لبنان. ولكن أولا نعم، ولكن إذا كان هوكشتاين سيسمع نفس الكلام، ما داعي لهذه الزيارة بحال كانت صحيحة أنه سيزور بيروت؟ هلا هي غير مؤكدة أنه سوف يزور بيروت، هذه المؤكد أنه سيزور تل أبيب، ولكن اليوم شرق الأوسط تؤكد أنه سيزور بيروت بعد تل أبيب. مش ضروري هلا حسب شو بيسمع كمان بتل أبيب، لأنه في تل أبيب أنا دائما بنسميه حالة إنكار لغاية الآن على ما يبدو، يعني في شيء بعلم النفس حالة إنكار. هناك حالة إنكار في تل أبيب في فلسطين المحتلة، في هذا الكيان يرفض الأمر الواقع ويرفض توازنات القوى التي فرضها 7 أكتوبر، ويرفض التوازنات التي حدثت على الجبهات وجبهات المساندة. سوف يسمع ربما كلام هنا في نقطة جوهرية ومحورية أساسية، التي هي: هل هو آت بحاكمية، يعني بمعنى هل هو آت برضا ما يسمى الولايات المتحدة الأمريكية، ليس على مستوى الرئيس فقط ولكن على مستوى القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، بحاكمية على هذا الكيان، أم أتى ليطرح مبادرة أو ليجوز نبض أو ليرى ما هي الأجواء أو ليقدم طرح ما في مكان من الأمكنة أو ليسوق لما طرحه بايدن أساسا؟ فبالتالي اليوم محاولة الدبلوماسية الأمريكية في مكان من الأمكنة أو حتى الدبلوماسية الفرنسية أو غيرها من الدبلوماسيات، لأن هناك العديد من الوفود التي تزور لبنان بشكل علني أو بشكل غير علني، كلها أعود وأكرر تلقى نفس ولكن الجواب. أستاذ علي، تستبعد أن تكون هذه الزيارة مرتبطة بالتشاؤم الأمريكي يلي زوار لبنانيين زاروا واشنطن، مسؤولين لبنانيين زاروا واشنطن وسمعوا تشاؤما لبنانيا تشاؤما أمريكيا بشأن إمكانية حدوث أي تطور أمني يعني يتخطى الموضوع الحاصل في جنوب لبنان، الحرب الحاصلة في جنوب لبنان على الصعيد الحرب بين حزب الله وإسرائيل؟ هلا دعيني حتى شيئهم بين مزدوجين. بدهم يقلقوا من جبهة لبنان، لازم يقلقوا من جبهة لبنان، معهم حق يقلقوا من جبهة لبنان. وهذا مش كلام فاضي، لا أبدا، هذا ما تشير له الصحافة العبرية وما يشير له المسؤولين الإسرائيليين وما يشير له الشعب الإسرائيلي وما تشير له المعطيات. خليني أعطي مثال صغير: مش دائما التصعيد سوف يؤدي بالنتيجة فينا إلى حرب، ممكن التصعيد يؤدي فينا بالنتيجة إلى حل. هناك أصوات اليوم في فلسطين المحتلة على مستوى الكيان الإسرائيلي تقول: سارعوا بالمفاوضات بما خص غزة كي تقف جبهة جنوب لبنان، يعني على سبيل المثال للحصر، ما برز من صواريخ أرض جو، هذا بمكان من الأمكنة أوضح بأن هناك استحالة إذا ما أرادت المقاومة أن تأتي F-16 وتخترق أجواءنا متى شاءت، ومن غير المسموح أن تأتي F-35 لأن هناك تجارب لدى الولايات المتحدة الأمريكية في يوغوسلافيا على ما أعتقد بما خص طائرة الشبح F-113. فإذا ما تعرضت F-35 إلى أي حادث فهذا تعتبر كارثة فيما خص الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم عقب اغتيال الشهيد أبو طالب في حزب الله، في بيان اسمه بيان رقم 2 مر مرور الكرام على الجميع، إلا أن هذا البيان أتى في تاريخ 13/6. هذا البيان في بيان واحد، نحن نعرف أن المقاومة بتعمل عملية بتصدر بيان. نعم، ماذا ورد في هذا البيان؟ أنه بهذا البيان اعتبروه بيان واحد
لاستهداف 15 مركز عسكري في آن معا في نفس الوقت. 15 مركز عسكري لهذا الكيان مع شمال فلسطين المحتلة. إذا ما فندت هذا البيان تستطيعين أن ترى الرسالة المرادة من هذا البيان، لأنه بالنتيجة اليوم ما فينا نخفي بأنه إدارة الحرب على مستوى العدو وعلى مستوى الصديق وعلى مستوى المتردد معجب في الإدارة السياسية وما يجري اليوم من تكتيكات على هذا الصعيد. هذا البيان يقول بأني أنا مستعد كحزب الله وكمقاومة في لبنان بأن أضرب بنك أهداف في هذا في فلسطين المحتلة تابع للكيان الإسرائيلي في آن معا، عشرات الأهداف في آن معا في نفس التوقيت. نعم. هذا تطور ملحوظ إضافة على هذا تهديد، هذا تهديد لإسرائيل في مكان ما. طيب هل يعني اليوم البعض يتشائم والبعض يقول إنه لا نحن ذاهبون إلى حتى اليمين الديني الإسرائيلي اليهودي يعني يتمنى أن تحصل ضربة ربما محصورة ومؤقتة بمدة زمنية إلى تشرين إلى حين حصول الانتخابات الأمريكية لتنتهي قصة جبهة الشمال حتى عندهم. فاليوم السؤال تنتهي؟ اليوم السؤال انه كيف بدها تنتهي جبهة الشمال يعني؟ لا تنتهي قصته حاليا يعني هيدا القعده على الاعصاب لدى سكان الشمال انه اذا قادرين يرجعوا على بيوتهم قبل ايلول او ما قادرين يرجعوا على المستوطنات قبل لا لا اكيد مش قدرانين، اكيد مش قدرانين. وانا مش عم بحكي كلام عاطفي ابدا على الاطلاق. ما يجب ان يعلمه الجميع بان مبادره الحرب هي في يد هذا الكيان. اليوم ما يجري هو إدارة تصعيدية تدريجية بحسب مقتضيات الأرض والمعركة، هذا بالجانب العسكري. وبالطبع هناك رؤية استراتيجية لدى المقاومة في لبنان اتجاه هذا التصعيد، التصعيد المضبوط خلينا نسميه بمكان من الأمكن. ضربة محدودة مش على كيفهم، مش على الزوء، ضربة محدودة يقابل ضربة محدودة. أي شيء بده يعمله هذا الكيان في لبنان سوف ترد له المقاومة الصاصعين في فلسطين المحتلة. طب اليوم السؤال الذي يطرح، من سيبدأ قبل؟ هل ستجرؤ إسرائيل على بدء باجتياح بري أو بقصف جوي أم سيبدأ حزب الله بما يشبه بطوفان الأقصى الذي حصل في 7 من أكتوبر؟ أكيد مش رح يبدأ حزب الله بهذا الموضوع، وأكيد المبادرة هي في هذا الكيان الإسرائيلي. حزب الله حريص جدا على إدارة المعركة كما هي، كما هي ظاهرة بحكمة وبروية. ولكن ربما في مكان من الأمكنة من قال بأنه ليس هناك إعادة تقييم لما حدث في 7 أكتوبر، من قال بأن هناك إعادة تقييم للذي يجري اليوم من أو الانتقال من جبهة مساندة إلى غير جبهة مساندة، من الذي قال هذا الموضوع؟ يعني شو يعني هلا يعني الحزب يعني عم يفكر إذا حيضل جبهة مساندة ولا مين؟ في محور، في النتيجة في محور اليوم محور ثبت أنه كله عم يشارك، يعني بمكان من الأمكنة وحدة الساحات، لا في وحدة ساحات ولكن كما تقتضيه الظروف التكتيكية للمعركة. يعني بمعنى أوضح وصريح، هل سوف نستفيد من هذه اللحظة التاريخية من بعد أكثر من 8 شهور والهزيمة الواضحة والذي يقول أن ليس هناك هزيمة فهو يعيش في مكان وفي واد آخر مختلف تماما، هل نستطيع البناء على الذي حدث في 7 أكتوبر؟ من قال بأن ليس هناك إعادة تقييم؟ من قال بأننا لا نرى الكيان يترنح هو بحاجة فقط إلى من يدفعه إلى الهاوية؟ من الذي قال هذا الموضوع؟ هذا مدار بحث.